طبعا الإدارة الذاتية شمع شرق سوريا والمجلس التنفيذي في مقاطعة الرقاب بادروا إلى تأمين المستلزمات ضمن الإمكانيات الموجودة، إلى جانب الدعم الشعبي الذي تلقته الأهالي من قبل الأهالي في مدينة الرقا وهم مشكورين لهذه المبادرات، إلى جانب تقديم بعض المنظمات المحلية والدولية. ورغم كل ذلك تبقى الحالة هي يوصى لها من قبل الأهالي، حيث البرد قاسي جدا وهناك حالات وفيات للأطفال نتيجة البرد القارس. ورغم كل ذلك نحن نواصل ليلا نهارا من أجل تلبية هذه الاحتياجات، ولكن ليس ضمن المستويات المطلوبة. من خلال برنامجكم نطالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل السريع لتلبية احتياجات الأهالي، إلى جانب منظمة اليونيسف. نحن كمدينة الرقة لدينا أكثر من 50 ألف طالب وطالبة خرج عن التعليم، فيكون هناك فاقد تعليمي لهؤلاء الطلاب، إلى جانب الطلاب القادمين من مناطق حلب والشهبة.